كرونتي ونحسن داو ديال مالك ستودوني ديال كيتشوك تاعنا كنشرو هذا الشانل كيوتيوب كافتحن بروبريكشن وجنال حقيقه افتيميه وحجر الشعر كقابه سي هذا لا سوتو برنامج جديد كوسو بيف سبسكرايب تاعنا على مدك بلا الكفرو سي اين البرنامج هذا كون شيغين قربا بعد كو داو دونت برنامج الحين اللي قالنا وحك كاملا بعد الله يا بلا ايام قلت شيخ بعضي انا قصا على بضل ايا على كامصنا سي ان باريتان قطر وقصو صلي شركة إسكارسين تهرموت مقدشو حرونت أي كل هذا الحي أيام أنت هلبا أسكري أو كتسن عيدا كحوق ذلك الصومالية تجين شركة دا وحي وتر مركا أكون أيجا أي مكورين وعيدا ذن أكون كان أي رمنا لعك تكون جتين نحول له وأنا نوش قين لأيه كتب شركة إسكارسين تهرموت وحي تري أكون كيا أسكري وحي له ذن أما جمني هم مني هم قبل با إسكري مركا أكون كان رمنا إن لعك تنوجا حوشان أكون كان أذكو حوشان شركتي وحي تري قفك أكونك إسكالي هينو يمال إنتا كدي محادا برامش كان عرادة هرموت كان عضي أي الأد و إفتيمي دورا كوغنسو ببي دورا برامش كان دو الله يمو شركتي إسكارسين تورموت وحي سو سارتي والصحافة ديت أي كو عدين يسو وحي دعي سيداي أردعين بوريسكا قبل كبرادرنا وحي كقاب سدين أرين تاسيني فافاهين كبهيان قاب كقرال كشركة هرمود يسيدي عدد الأولى عدنا شعب كصوماليين وكتنا نعمل الله ضحي وحتى عنيقا انت أنا وركان باريتان كسمين يوا إيسو بيهويدي وحن لحريني لامها أمنيقا خاصة البوليسكا وربي إيشيغين شركة هرمود وربي إيشيغتين مركا وإسقبت سيواي برامجك لكن هذا المفافاهي دولا أرين تنا عدد السيكان على شركة إسكارسين تهرمود وإن بدن تاي حالة دا حديب مقدشو عديقو تاجن أكون كاين تلقى قابو شركة هرمود اللي تغييو أسكري دولة كاترسان وصيدا كورد عاي أيضاً هو حانو انتا للعك وانا ميد أمد غير مقدشو كو أح نبر خنتي ماانت أو إدل أي هذا الهيئ أرنتان حدي أي سيدا أي تهيو حول عين ونباعتو وانا حاليس وانا أمد الصوماليين على من سؤال دور سارن يان آمنا حدي بالله أمنيغا أي قفك الشعب كإنتي قصبان ولما إن أديقو ذا شركة دي لعكتا بانجيغا أتغيان وإليين ورقف هبل لعكتي سهن روحو ومد صومالي دليا بيكون قطين على ذا هذا يان أتففتين دولا كوغنسو بيبي دولا برامش كان سيدو كلي دقال كي سنة كان عاي أولي حي لبا عيدا وكسو كلي جيدا بيلاها من جرتين إيو ورسنجيلي دولو دي بحي فدرالك صوماليا وعري ليابلي waxay lacag ku bixinaysaa dagaalkaasi u dhaxeeya Warsengeli iyo Majerteen in la xoojiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo lacagtaasi saxiixaya ra'iisul wasaare Xamsa lacagtaasi bixinaya qof kasta oo siyaasi iyo Warsengeli ah ee awoodo inuu xabad ka rido gobolka Sanaad ku rido Puntland waa mushaari dowladana bixinaysa anaga qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh ma waxaan ugu dhiibanay إنه أمد إسكو دينو بس أدد كينو كلا بدبادي ودل كان كوه غامية بدام شرعية والايا براند كاين كوغوسو بي بدونا سورو بادا كوسورو بادا جنال كي يوتيوب كافتحن البرودكشن وان جنال حقيقة الإفتيمية وحي جنال شاعة كقابة هدياتكو إسلطة هاي لومين جنال كينا سبسكرايب شارتو على عمد كمرال كفرطو سي أين البرامج اللي بوسيين أنكو بالله مقدشة عدا عيا كان علي أنيقا وكا عمصنا سعريه يقودن بيي بحي الباريتانكا مركز سمينة يا أهرب الله يا بلا ماشي كلا كل مين سيدة على الأولى على شركة هرمود أي شركتين أي مركز ردت كلا وداعية كدي من الشك يا ماشي وكجر أي دولش داعية لا ما هم اللي جسات يبغوا أمسن أي نفتي مين يا سلوا هذا شركة دي سيرسين هرمود واحد تقول له أسكري وكتر سمعينا كحوق قتل كصومالي وميليتريا لو دي أسكري من نبنا كوش تاجي من نبنا جلها أيو جري كي جلها جري أي واحد أو شركة هرمود كعصبي لعك أكون أولو كجرت اللو حولو أكون كيبي إيجين شركة هرمود كدب روحة أصوب حي قفك هرتاجن يو قفك كو قران إن أي سن إصلاحين أولي ما أي كليهين خد إيو دمر أكون قبل دمرا أما قف دمرا كو قرنا أساقنا نرهيو باي مركاسا وحالو قولي ور قبل دان مقع عن كو قران أكون كان قبل دان عاوي أسكري قول حولي قبل روي مقانتا لكن أنا كم السولة وحد نباتاين إنك قبل إيمان مايام لعكتن إيه حولي شركة دو حيتري أرنتاس صورتك قال ما حشر عيون ما قو قفك أكون كإسكلا أي أود بس إسكلا عندك بريهم فضل قفك هسي كان مركب كين تتكد بنوح اللي عاجا جوان كسيجا كان جاري وأيه يري وبحي قبل يو قصبره كان مرك أو أفضوا قبل يمركو كاري شركة دي هرمود جدها صوغ الشيء
يبدي أفكار خيال فرطوا الحين ترو ولا جعلية نك أفضوب وجوه طاع وعشوا أفضوبي أمني جيجو مسحنا أمني جيجو بقول كي هو بقول معها وأفضوب ورحي الشركة ده وحيخت إلى هذه الشركة ده ربط عيارين سوفر جلية أسكر جي بناخو بحليرو ديري حبلو بالعين حبلو بركو كوب اللعبي إلى هذه الشركة ده ربط إلى هذا ويسك عليين أسكري جيبناها كل جلسة سوكول انترميت كي بناك تاقنان وعرار كدب عيدن كي بوليسك أي ورقليين شركة دورمود وحين أشياء قد عدد وصيدة أولا علي كدبنا بوليسكو أرنتوا أوكا قابسلي أرنتوا مركا مركا يساس أولا علي قبني يا أكون كيدي أي بدبارين قبني أفضوك حيد بوليسكو بموريجي وقبني يتقعان غباحين ورمود وحيلا لها قبني أسان أكون كي ينفسد دي بدبارين gabadhii lama hayo oo laamiid boolis u helay gacanta kuma dhigin shirkadu waxay leedahay marka kaabrooyin wax duuba ama kaabrooyinka lagu xiro ganacsiga oo banaanada iyo hareeraha shirkadu duubayo haddana ma jirto muqaalo booliska lagu wareejiyay oo cadeynaya askartu sidaa u soo galeen iyo dhacdada bilbilo ilaa ay dhamaad sidaa wax u dhaceen booliska inta gacanta kuma hayaan shirkadina war saxafadeed ay soo saartay dadkii Soomaaliyeedna waxay leeyihiin oo hadda baraha bulshada markii la soo dhigay warqadii war saxafadeedka shirkadda Hormuud waxa la leeyahay Hormuud maxay u soo bandhigay weyday kamerada CCTV ee duubtay si loo arko muuqaalka askarta maxay booliisku gabadha una wareegi waayeen gabadha iyo akoonkeeda markii hore la afduubay laamaha amniga maxay arrintaas u xareen shirkadda sideebay wax u wadaa ninka la dirayna meedkiisii maxaa loo soo bandhigay weyn arrimo badan ayaa qasab لكن على راس هدي سيدا اي شركة دو شركة اي وحو لعين وحا حقيقة شركة دا إلا أماري مدنتاي وانا أمه إلينيا شركة دو ربود أمنيقا إيا هولاها إلا وحوي إلغو أمارو أي بقول كي وبقول أن لا يحب غو أمار شركة دو ربود بادابا قفكي إيا أكون كي سبب بدقب كوضا إيا إلا ليين لكن أنا أولي وحلا يا براي سوت بوليس كي قبلنا لغو رجواي أرنتا سوت باريتان لغو سبيواي أسكرجي بحسد سوت لغو قبواي muqaaladan gaarka ah ee CCTV da ay duubtayna maxaa loo soo bandhigay marka ma garanayo si loogu micneeyo laakiin waxaan sugayaa baaritaanka haday wali jiraan wixii ku soo kordhay barnaamijyada kale ayaa kugu soo gudbi doona dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa anigu waa la yaabay waxaan u dhigo waa garan lahayn dalkan waxaa loogu dhiibay inay badqabkiisa ilaaliyaan ummadda soomaaliyeed ay isku wadaan afarta sano oo mudaxareedkooda ay hayaan weligay waxa idina dowlad dhan oo ka shaqeynaysa si maamul loo kala furfuri lahaa ka waran warsingeliyan u yeernay inay muqdishan keenay sababtan warsingeli muqdisho u keennana ma akhristeen inay geeyaan saraag ciidanka puntland inay xabad ku bilaabaan intaasan lacag ku siinay waxaan ugu talagalay keliya in aanu puntland ku burburino xamse cabdibare iyo xasan sheekh maxamuud dagaalku markuu baran ka dhacay oo aad ogtihiin wixii ka dhacay saraag iskhorimaadkii dowladdu waxay tiraahday intaan ma afacaysay lacag dheeri ahba maanta la bixiyay marka lacagtaas waxaa lagu bixinayaa in la dhammaystiro qabyadii loogu talagalay in Puntland lagu sii baabiiyo warsingeli lacag kale loo soo diray qoladii muqdisho lagula shiraa ka hadlayaa inta nadiifka ah kama hadlayo waa xisbigii ama kooxdii muqdisho ugu tagay xasan casan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa hotel jasiira la geeyey kadibna lagu soo shubay kuwaasan ka hadlayaa lacag dheeriya lasoo siiyo waxaana la abaabuli doonaa marka la dagaal ka dhaca saraad ilaa waxay dowladdu wadi doontaa inta Puntland ay ka burburayso annaga xasan sheekh marka dowladda ma waxaan ugu dhiibnay inuu ummadda isku wado mase inuu kala geliyo waxaa la yaabanahay waan laakiin waan arkaynaa halkay arrinta saraag ku dhammaato warshigeli waxaa leeyahay dadka muqdisho laga soo xawilay ee lacagta ku soo qaatay amnigiina walaalnimadii inay kala dhexeysay Puntland inay baabi'iyaan arrintaasi gacan mida uga wada macnaha hal dhinac uga soo wada jeesta haddaad maamul rabtaanna maamul wada loo mara uu leeyahay cid idiin diidi karta male odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta waxgaradka siday dhulbaxanta sameeyeen 2023na ay ugu dambayn somaliland isaga saareen ayaad xaq u leedihiin maamulkiina maakhe laakiin wada loo maray leedahay marka dadkan hadda idin iibsanaya oo dhiiggiinnii iyo walaalnimadiinnii kala dhexaysay ma jirteen baabi'inaya ee lacagta lagu soo siinayo ma jirteen xabadda ku rida anigu kulay waan idiin sheegay go-aankaasa idinka ayaa iskale wixii ku soo kordhay waxaan kugu soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda hadduu alla hino intaynu barnaamijkana midna midu ku kulmi doono waa barwaan ogele meel kasto aad joogtaan nabadgelyo.